بسم الله الرحمن الرحيم. أنا جوا حلبان محمد إبراهيم معلمه. ما أنتوا حد يأهينا قاطع شهادتي ليسيان جديجا دور شوي كهير فدرال. رمتي وأهرين أدمهم وأه سببته أه ودن كان هو مريا ودك كلابيرة وح كلية ما أنت الصومالي أيكو كلابد بادي كرتا ودور شذا إن لدد جي. وحضر كيسان حالتي إني عكرت هاي سياسة عبسي أي جرتو عبسي ده صوت وح لوجو بدي كرا أو إن دور شل هذا مركا حلبانة الصوماليات يبودهان دتك مارك تي حلبانة ده دليل هذا أكارهم كوعسو وحلاه هاي وحد حلبان وتهين وأدم تشان وقولها شعب كشعب كصوماليات أدم تشان مركا كشقية كفكر وحي دنت الصومالية ده تاي ما أنت ودكتي حالتي يدو ولي إنت أنا كحن تاي الله بكون لبي تونكي يا دل كان دورش لو قط يدو دبعت إنت أنا عبسي كيري سبب ودكتي هينو حالات دمولي مركاسيرة يا هيد واقياس كرتان مرك ما أنت أيضا اللي جوجل بده يكون لبي لبعتك إن سيدا الله أي حالة دون قط كنت دت كذا ليرة ده الصومالية ده حلو وأنا ده يا للدنيا إنه حكب بدلان مرك يجا مارك أهمية ده سيرنا قف كستو صوماليتنا عن إلهي دل كان مجرد جنينا إنه إلهي كان يقوم مد لكن حالة ده إلهي سنة بده يكون بيو وغبة بسم الله. أنا جوا حلبان دكتور محمد حسن محمد كسر بحي سومالي لان جارهان أوضل استيدي وحن آت وقف رح سنة هم أنت شقذة جدجا كهيان عاصمة سومالي هي مقدسه كوا ضيان كردر جلين تدور شوي كذلك وحرجين إن برت إنه جدي بين هذا حلبان هذا عصب برلمان كفدر كويت ونادنا هاي إن كسي وضنا هالكان حرجين يا أمضى سومالي إنه نقول كرب برلمان كان برلمان كي يكون درسته حالا دع كرنا دل كوجرنا كسارة دوتي النجوى أولي بأن رجال إنه دل يرد بقول كي وتدواتا سنة كان سوق الشيء إن تهاي دل يرو أقول له جعلنا إن شاء الله دل كان وهو جان ونعكسن واحتر له ون هجاء وضد سحدة يهرب مركا يقل بيجو إسكو حرنا دو إنه كسم يدل كسمالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومالو وين ما أنت ومالو فرحان له ومالنتي أن هالكن شهادة كقاعدنا إن حلباني ماذا وقت درب السوق هذا تين ذلك اللوس هالجبو وهالكن السوق جارو وحن آدي آد ودي ده إيه مامور كي يدك هالكن مامور يورد وقف فرح سمعه سيدا هوشة أو قبتين سيدا هوشة ذلك أوفلين يان وحن رتشيننا ذلك أي واحد بدنا يسكب الدلان إن هو النقضة برلمان ذلك كفايده وحن رتشيننا إن قولش إلى دوري الصومالي إن جارسينه برلمان كنا أوجنتدو هاوشا أصنا أي كسر نلالان إن شاء الله نقول كل شيء وين هاي سلاسل ندورين هذه راكدة وينكم بالقرشين.